طبعا عندنا صور نبي تعليقك على هذه الصور نستعرضهم الحين. هذه اول صوره. هذه حبيبه القلب. اي والله خلف الكواليس اختي الغاليه موزم راشد صديقه عمري واخت رفيقه الدرب. رغم ظروفها وتعبانه بس كان تصير انها تكون موجوده. طبعا يعني يعطيها العافيه. صدق واحد يعني ساعات تجي له ظروف وشي بس لا وقت الشغل شغل. انا مراشد امانه دائما اشوفه وياك حتى اللقاء اللي قابلتي فيه قبل 6 سنوات كانت موجوده. إيه تذكرين مراشد صح؟ نعم. بس عليك اكيد بكل خير. عزيزه وغاليه. هذه الصوره الثانيه مع الفنان راشد الماجد. هذه بافراح بالبحرين التقيت الفنان القدير راشد الماجد ويا حلوه من اللقاء. صادفت وياه بحفلة. جميل. مع فنان محمد عبدو. نعم. فنان غدير وفنان كبير محمد شاهدتنا في مجروحة محمد عبدو. ودائما يقول لي وايد انت يعني يا للمولود اليوم يقولون الشباب ما شاء الله باركتي له ولا شنو ما ادري والله باركتي له الحين البركه على البركه يا استاذ بنوره سلمان ابو سلمان صار ابو سلمان وعنده خالد كنا بعد لا انا عارف انا بنوره الحين اي الحين ابو نوره سلمان جديد علي ابو سلمان ما شاء الله تبارك الرحمن الف مبروك طبعا بالمولود الجديد وتربى بعزكم ان شاء الله يا ربي والله معلومة جديدة حلوة فطومة فطومة أنا عندي سؤال هني مصدر